اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا مره اخرى في هذا الفيديو على قناتي وقناتكم فاتيموند. قبل كل شيء غادي نقول لكم عيدكم مبروك، تعيدوا وتعاودوا باش كنتمنوا ان شاء الله كي بقيتوا مع تماره العيد فيه تماره. اي والله يعاوننا. قبل هذا لا فيديو كنت قلت لكم باش غادي نشارك معكم في الاجواء ديال هذا العيد، ولكن فكرت انني السنه الماضيه شاركت معكم بزاف ديال لي فيديو، كنت شاركت معكم الذبيحه وكيفاش فصلنا الحولي وكيفاش دوزنا نهار كامل ديال العيد، وجدت المائده ديال الحلوه لاستقبال الضيوف والعائله. واخا ما كانش عندنا الوقت بزاف، كنا جينا ليله العيد من السفر بحال السنه الماضيه بحال هاد السنه. صافي قلت انا ما عنديش نعاود نفس السيناريو، دونك خليت نعطيكم بعض الصور وصافي. ودابا غادي ندوز للفيديو تاع النهار اللي غادي يكون بالمناسبه ديال الدخول المدرسي. قبل ما تشريو الادوات المدرسيه خذوا الحذر والاحتياط في الغش من بعد المكتبات، لان الاخت ديالي نصبوا عليها في واحد المكتبه بغات تشاركها معكم، غتعاود لكم القصه كيفاش وقع لها وكيفاش غشوها، وغتعطيكم بعض النصائح بالنسبه للدخول المدرسي. الناس اللي كيهمهم هذا الموضوع يبقاو معايا حتى الاخر، غادي نخليكم مع الاخت ديالي تعاود لكم هذه القصه. وما تنساوش لي لايك، وكنتمنى تحطوا لي التعليقات ديالكم في هذا الفيديو. السلام عليكم، انا بغيت غير نقول لكم نقدم لكم واحد النصيحه ولا جوج النصائح اللي غادي نعطيكم، وهي اول حاجه ما تشريوش الادوات من عند المكتبه، لان الادوات ملي كتعطيه الورقه كيبقى يعمر عليك. هذا لي كرايون كيديروا 20 درهم 30 درهم، مشيت كنشري من المكتبه جبرتها زايده عليا 125 درهم، يعني 2500. مي مشيت عندها بديت كنحسب، قالت لي لا هذاك راك شريتي الدفاتر ديال لي مارك ديال 20 درهم. قلت لها شمن لي مارك، الدفتر كنظن انا كيف 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 الدفتر كيف الاخر، قلت لها ما تعطينيش انا ديال 20 درهم. ايوا جات عاد ردت لي الحساب من جبرتها ساخط، ديري هذا كنقول لكم شريو من عند دوك موالين الطوابل، وقسم بالله لا كيكونوا رخاص، وكتعزلي في راحتك ما كتفرضش عليك هي. دابا هما كيفرضوا عليك كيعطيوك اي حاجه كيقول لك حقها هذه ماركة وهذه، لا شريو من عند موالين الطوابل، خذي الدفازر ديالك بوحدهم، ومن بعد خذي الاقلام وخذي لي ستيلو ديالك، كتعزلي وكتعرفي هذه صالحه هذه ما صالحاش، وكطيح القضيه رخيصه. الا حاجه وحده خذوها من المكتبه هما الكتب. هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه هي المؤسسه التعليميه دابا اللي ولاو شنو كيديروا، لو كيقبطوا الورقه عمر عمر، خصني دفتر ديال 200 دفتر ديال 300 دفتر 400 دفتر ما دفتر 24 مابقاش كيتذكر، وديال 50 قليل. ومي كنجيو السنه الدراسيه كنشوفوا كنجبروا انهم استغلوا دفتر ديال 50 فقط، النص ديال الاوراق ديالو ما مستعملاش. لهذا ما تشريوش الدفاتر المؤسسه التعليميه بعدا حتى يريقلو هما الحساب ديالهم. يعني من بعد شي مره شنو كيقول لك لا ما خصنيش هاد الدفتر، خصني الدفتر الاخر، علاش جبتي ديال 200، علاش جبتي هذا؟ انا دابا اربعه ديال الدفاتر اللي بقاو ديال ولدي من العام اللي فات، يعني كانوا غير زياده. خليهم يدخلوا المؤسسات بعدا ويرسيو راسهم، واي ماده دخلها للطفل عاد يجيب الكتبه ديالهم والدفاتر ديالهم. يعني ملي كتمشي عند الاستاذ كيقول لك انا ها شنو خاصني وشنو الاغلفه اللي خاصني، يعني كديك الورقه كتكون غير شكليه وصافي. ايوا هادشي اللي كنوصيكم بهم، ودخول مدرسي ان شاء الله يكون اتم الاستعداد بالنسبه للاطفال بالنسبه ليكم. نعم. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، نخليكم في امان الله والسلام عليكم. Thank you.